ده الباب. امال فين عارف؟ بينظف المنور. طب اول ما يخلص طلعهولي. حاضر. طب اهدوا شويه، اهدوا، مفيش مشكله، اكيد عطل ولا حاجه، عطل بسيط وهيصلح قريب ان شاء الله. لا لا لا، شكله مش عطل بسيط خالص. ما تقلقش يا استاذ، ما تقلقش، مش انا اللي قلقان، المدام الحامل هي اللي قلقانه. ما تقلقيش يا مدام، اكيد هتبقى كويسه، ما تخافيش. ما تقلقيش يا حبيبتي، ما تقلقيش، اكيد حد هيسمعنا ويصلح. يابا يابا، ايه يا سطيح؟ الاسانسير عطلان وفي ناس محبوسين جوه. اطلع السطوح واسحبه. الباب مقفول، حاولت اسحبهم برضو مفيش. ادخل هز الاسانسير واسحبه بايدك يا ادوي. ما هو اليد مكسوره ونسيت اجيب واحده تانية. يا واد اسمع الكلام، بقول لك اطلع هز الاسانسير واسحبه يا ادوي، ده خابط. يابا اليد ضايعه يابا. طب انا هعمل ايه طيب؟ برجع كبير يتصرف من دماغه، وهو اللي لعب في كهربة الأسانسير. أنا بعيني شايف بكري عطل وحصل معاه حوار، وما كانش هيلحق يركب الأسانسير مع الراجل، وحميد ده لو وصل الروف ما كانت العملية كلها هتبوظ. وبعدين بقى يولع حميد على الأسانسير؟ أنا ما حدش مد إيده عليا. ورا! تضربنا ضبح؟ أوعى تكون فاكر نفسك الكبير، العملية دي ليها كبير، وأنا لما أجي مش هسكت. تحب تشوف؟ خلاص يا ضبح، خلينا نشوف هنعمل إيه. هنزل اشوف فرقة في اللي الغابي ده عمله. قالوا ايه يا بكري؟ انت متأكد؟ طب خليك مكانه انت. حميد مش لوحده، مش هيوصل للروف. لينا حد جوه الاسانسير. يا باش ما انزل، عملت كل اللي قلت لي عليه، لا عارف اسحب ولا عارف اشغله. الناس هتبوط كده في الاسانسير يا سعاده البيه. ايوه، طب بقول لك ايه، ما دام حضرتك مش جاي، طب ابعت لنا اي حد من الشركه يكون بيفهم فيها ولا حاجه. ايوه، ربنا يسر خاطرك يا بيه، ربنا يسر خاطرك. هو ايه اللي حصل؟ الاسانسير وقف بالناس في وش الحيطه، اول مره يعملها. طب ما تيجي نبص عليه كده جاي تصلحه. ايه هو لعب عيال ولا ايه؟ دول ارواح ناس واسانسيرات. يا عم بفهم في الحاجات دي، انت شكلك مش فاكرني. انا المهندس محمد اللي في الاستيراد والتصديق. احنا في وقت فاكرني ولا ناسيني دلوقتي؟ ربنا يحلها على ايديك. تعالى بس يلا. طيب اوديك اوضه الاسانسير. يلا. ايوه. هتلاقي مشكله كهرباء، ما تقلقش. ايوه ايوه صح، كهرباء، يبقى بتفهم في الاسانسيرات. شفت بقى. ايوه الكهرباء، الكهرباء قطع فيه صح. تعالى ربنا يسر خاطرك. يجيب حلها على ايديك يا رب. اتفضل تعال. قلت لي اسمك ايه؟ لا هي كده بقى. لا مؤاخذه، انت يا عم تقدرش تزوق الناس، ما انت شايف الحته المزنوقه اللي واقفين فيها. يا عم ما قلت ما اقصدش، هروح فين يعني؟ روح في ده، هيعمل لك ايه؟ اتكلم عدل يا ابني انت. يا ابني انا بتكلم كده بس. انت مش شايف ان انا حامل؟ يا ابني ده بيقفل السكه في وشي. هو الضبع ده فاكر نفسه مين؟ طب على النعمه ما عدي اللي حصل ده على خير. بيرجو كلنا متوترين، العمليه بتفشل ولا انت مش واخد بالك؟ هو انا يعني اللي هفشلها؟ وبعدين هو حميد ده هيفضل جوه الاسانسير قد ايه؟ مسيره هيطلع وناخد منه اللي احنا عايزينه، ده بدل ما تشكروني. بيرجو هو انت مش مجمع اللي احنا فيه؟ العماره دي لازم نخلص اللي بنعمله فيها بسرعه ونطير قبل ما تتطربع على دماغ الكل، وهنبقى معاهم. يا اخوانا اهدوا، العصبيه مش هتنفعنا حاجه. اهدوا ان شاء
الله تتحل. يا رب. من عندك يا رب. يا لطيف يا رب. من عندك بقى. انا خايفه. لا ما تخافيش ان شاء الله الموضوع مش هيطول كتير. يا رب يا رب. يا حبيبتك اسمك ايه؟ اسمي ساره. انا كنت طالعه للدكتور وفائي علشان اتابع الحمل. الدكتور اللي بيتابع معايا الحمل بتاعي. انت عارفه ان الحمل ده بقى لي سنين. بقالي سنين مستنياه. الف مبروك يا حبيبتي. الله يبارك فيك. انت اسمك ايه؟ انا مرام. انا وثاني كنا جايين نزور حد هنا في العماره، بس بصراحه لو خرجونا مش عايزه ازور حد. يا رب يخرجونا يا رب يا رب يا رب. يا الله. واضح ان حضرتك راجل مهم، وجيه كده وليك هيبه وايدك بسم الله ما شاء الله رجل مش ايد. هو حضرتك مين؟ رفعت الدمنهوري، رجل اعمال. اه انا قلت كده. الشكل ده مع الايد دي اكيد حاجه من اتنين، لا رجل اعمال لا امين شرطه مرتبه. ما تخلينيش استخدمها بقى وبطل رغي. جلاله ابو الوفا مهندس. اخرس. حاضر يا فندم تشرفنا. استغفر الله العظيم يا رب انا اتخنقت. يا رب. استغفر الله العظيم. طب مستر بطرس عرفت ان انت وصلت يا دكتور؟ غالبا لا، بس انا كلمته قبل ما انزل. هم عارفين ان انا بشتري طلبات عشان عيد ميلاد والبيت من الصبح واتاخرت قوي عليهم، المفروض يعني يعملوا حاجه. زمانهم هيحسوا اني اتاخرت ويتصرفوا ان شاء الله. فرجها فرجها. والله وحشتنا ايامك يا دكتور، ما تتعوضش يعني. كنت عامل ايه وزيد عامل ايه؟ كويس الحمد لله. ايه الحمد لله. نشوف هنعمل ايه بقى في الهم اللي احنا فيه ده. ايه يا ابني؟ ايه يا مريم؟ تعمل فن هنعمل ايه؟ اعمل ايه؟ غريب خالص. صدق الله العظيم. الله صوتك حلو قوي حضرتك. الله يخليك. عارف انا متاكده ان شاء الله ربنا هيخرجنا من الكرب اللي احنا فيه ده عشان حضرتك راجل طيب والله وبركه. ربنا يخليك ربنا يخليك. كله بامر الله يا اخت. ان شاء الله. انا فاتن، اسمي فاتن. حضرتك اسمك ايه؟ عوض. اهلا وسهلا. انا يعني عايز اقول لحضرتك ان صوت حضرتك مميز جدا ويدخل القلب. انا طبعا مش محدد الملامح، بس حاسس ان انا اعرف حضرتك من زمان قوي. بجد ميرسي. اه طبعا انا فاتن سرور، انا ممثله. استغفر الله العظيم. يبقى مش هنطلع من هنا. يا أساتذة ايه الاخبار؟ ردوا علينا. الارهاب مرض يدمر جسد الامه، وهو ليس عقيده دينيه رغم استغلاله للدين، انما هو عقيده تدميريه هدفها سلب اراده الشعوب والبلاد. لقد عانينا كثيرا من الارهاب عبر سنين طويله، هدفها تدمير البلدان العربيه من الداخل والقضاء عليها. والدولة مش هتحارب الإرهاب لوحدها، يجب أن يكون للمثقفين دور في محاربة الإرهاب بنشر الوعي والثقافة، وده من خلال قنوات كثيرة وسبل مختلفة. المهم نوصل للناس في الشارع وننشر مبادئ من بعض. أعزائي المشاهدين فاصل ونرجع لكم تاني. ايه يا عم جمال ينفع كده؟ انا مش قايلالك قبل ما زياد يخلص تكون مستنيه تحت. غصب عني يا مدام، الطريق كان زحمه. يبقى تنزل بدري يا عم جمال، انت عارف الظروف اللي احنا فيها والخطر اللي بيواجه الدكتور حميد. يعني ما ينفعش زياد يقف دقيقه واحده لوحده. مش هتتكرر تاني، تأمريني بحاجه؟ لا خلاص، مع السلامه. ممكن اعرف بقى يا حبيبي ايه اللي نزلك وانت عارف ان عم جمال مش واقف مستنيك تحت؟ كنت زهقان وعايز اروح، وبعدين كان قرب يجي اصلا. ما انا استغربت لما كلمتني، انت مش قلت هتروح لبودي؟ غيرت رايي، انا رنيت على بابا كتير تليفونه مقفول. طب اطلع غير عشان تاكل، انت عارف ان باباك في عيد ميلاد اميره. يلا حبيبي. الو انتوا فين يا هانم لغايه دلوقتي؟ معلش يا بطرس، هو حميد ما قالكش ان انا عينه؟ خدت دور برد؟ لا لا ما قاليش. الف سلام عليك. طب هو حميد اساسا فين بقى؟ جاي لك اكيد، انا بكلمه تليفون مقفول. بس اعملي حسابك ان اميره وصفاء مش هيعدوها لك. مش بالسهل ده عيد ميلاد امورتي. معلش والله هعوضها لهم المره الجايه. ما هم قالوا ان هم بيصلحوا الاسانسير، نستحمل بعض شويه يا جماعه. بس انا بصراحه بقى خلاص مش قادره استحمل اكتر من كده. اشمعنى يعني؟ ما الوضع ده علينا كلنا. معلش عشان مش واخده بالي. انت بتكلميني انا؟ يا عارف حاجه غريبه جدا. حاجه عارف ان الناس ماسكه في بعض. الله يخرب بيتك يا عارف. يا اخوانا افتحوا الباب ده. الله قول لي يا محمد بيه، هو انتوا ليه شغالين؟ مش النهارده اجازه عشان شم النسيم؟ كل سنه وانت طيب وبعودا ايام.
لا لا، احنا النهارده عندنا شغل. ربنا يعينكم يا رب. تعرف السنسير ده جديد ولسه معمول صيانه الاسبوع اللي فات. اتحاد الملاك جمع فلوس كتير بس ما دفعهاش مره واحده، عملوها بالقسط يعني، ولسه باقي قسط واحد، والقسط ده ممكن ما يدفعوش كمان. ايوه تعويض الناس اللي هتفطس دي وهتموت دي في السنسير. عارف انا كان مفروض اروح اقضي شم النسيم في البلد انا والعيال. منه لله بقى الواد صديق ابني ضيع اليد وما جابش غيرها، كنا زماننا رفعناها يده ويدلوك. قول لي يا محمد بيه، هو ايه صنصير شغال وصنصير تاني مش شغال؟ بقول لك يا عم عارف، جيب لي كوبايه ميه. ايوه الحكايه دي محتاجه بارلي تريك، مش محتاج حد تانية. لا شكرا. انت يا غبي، ايه اللي عملته في لوحه المفاتيح؟ انتوا يا معايب، حد يخرجنا من هنا؟ نور رجع. ايه ده نور بيرعش تقريبا، حد بيلعب في تيار الكهرباء. طب الحمد لله بشرة خير. مش شرط، ممكن التيار يعمل قفله والاسانسير يقع بيه. يا عم اهبر اهبر كده، انت عبيط يا عبيط. خلينا نجرب دور تاني، معلش وسع لي بس يا عم. بالراحه طيب، بالراحه طيب. الله يا ناقصه يعني دي حامل، حرام عليك انت ما عندكيش سنس. بقول لكم ايه، انا مش طايقه نفسي. وسع انت كمان في ايه؟ كل واحد لو سمحتوا يلزم حدوده بقى. كفايه. قصدك مين اللي يلزم حدوده؟ هي تقصدك انت فعلا؟ مش متاكد يا جدع، انت مفيش فايده فيك، بتولعها برضو. يا رب نخرج بقى من الاسانسير الزفت ده. يا ستي ما ترحمينا، انت كمان كفايه القرف اللي احنا فيه. الله، انت بتتكلمي معاها كده ليه؟ انت ما حدش مالي عينك ولا ايه؟ وانت مالك؟ انا اتكلم زي ما انا عايزه، انا رحم صدقي. اوه الممثله طز فيكي يا نكره. انت ازر عليكي ولايه كبرتي وخرجتي. خلاص يا جماعة، خير الله يا جماعة. عيب 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 عيب. الإنسان ليس إنسان، سيكون مجرد رقم، أداة، مجرد شيء. ألو؟ ألو، مساء الخير، مع حضرتك وليد القاضي المخرج. إحنا تقابلنا قبل كده عندي في المكتب. أهلاً. أهلاً بحضرتك. اهلا يا استاذ وليد، ازيك اخبارك ايه؟ انا تمام الحمد لله، انا سعيد جدا اني بكلم حضرتك وده شرف كبير جدا ليا. وكنت بكلمك بخصوص شغل، في عمل جديد كده انا داخله قريب ان شاء الله، وهكون سعيد جدا لو حضرتك وافقتي تكوني موجوده معانا فيه. فلو وقت حضرتك يسمح نتقابل، انا ممكن افوت عليكي في البيت نتكلم شويه. تشرف طبعا يا حبيبي، بس اصل الحقيقه ان انا
كان عندي كذا ميعاد جنب المكتب عندك وحبقى تحت يعني فانا اجي لك اسهل. بس عارف انا مبسوطه قوي ان احنا هنعمل فيلم مع بعض بقى. والحقيقه يا فندم هو مسلسل مش فيلم، والدور احب احكي لحضرتك لما نتقابل. بس اهم حاجه تبقى يعني شخصيه جديده ما كنتش عملتها قبل كده، عشان انا ما بحبش اكرر ادواري ابدا، وطبعا تبقى مناسبه ليا انت عارف. طبعا يا فندم طبعا. لا هي شخصيه واحده نظره مدرسه بنات ومهتمه بمشاكل المراه. كويس، انا ما عملتش نظره قبل كده. عارف يا وليد، انا لسه كنت بتفرج على المسرحيه اللي انا كنت عاملاها لما كنت عاوزني في اول فيلم ليك وجيت لي. فاكر المسرحيه دي؟ كنت انا عامله فيها دور كليوباترا، فاكر؟ طبعا طبعا. طب يا فندم خلاص، انا هبعت لحضرتك العنوان وفي انتظارك بكره ان شاء الله. زياد بكرة هيروح يقضي اليوم عند بودي صاحبه. وإيه المشكلة إن بودي هو اللي يجيله؟ مفيش مشكلة، بس إيه المشكلة لما يروح يعني؟ شكلك مش مقدرة حجم الخطر اللي إحنا فيه. أنا آسف يا حبيبتي، معلش حقك عليا، أنا أعصابي مشدودة الفترة دي. يعني لو في حد عايز يأذيني أو بيكرهني فطبيعي يعني إن أنا أخاف على ابني، صح؟ صح. ربنا يخليك لينا يا حبيبتي. يخليك لينا. هشوفك بكرة في عيد ميلاد أميرة؟ لا، بابا قال لي هيوديني في يوم تاني. على كده بقى ولا مش هتيجي؟ ما هي أكيد مش هتسيبك لوحدك. لا مش هتروح، هي كانت بتقول إنها تعبانة لكن هي أصلاً مش تعبانة. ما هي زهقانة ومسهوكة، إيه الجديد يعني؟ المهم أنا عايزاك تاخد بالك من نفسك وتسمع كلام بابا في كل حاجة، تسمع كلام بابا بس، ما تسمعش كلام علا دي خالص، أنت عارف هي عملت إيه صح؟ دي عايزة تاخد مكان ماما الله يرحمها ومكاني. حاضر يا ماما كريمة. هقفل معاك وأكلمك تاني أطمن عليك. لو في أي حاجة حصلت ولا حد ضايقك في البيت تحكي لي، أوعى تخاف. حاضر يا ماما. ماشي. يلا باي باي يا حبيبي. عايزه ايه بقى بكره هديه في عيد ميلادك يا حبيبي؟ اي حاجه منك حلوه. انت تقولي نفسك في ايه وانا اجيبه. الهديه اللي عايزاها احلى من اللي امك هتجيبها. ربنا يخليك. طبعا اتفضلوا. شكرا يا كريمه. ها جاهزه بكره عيد ميلاد اميره ولا لا؟ جاهزه يا مستر. تمام. كل سنه وانت طيبه يا انسه اميره، ان شاء الله السنه الجايه نكون فرحانين بيكي في بيتك كده. وانت طيبه يا حبيبتي. بعد اذنك. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر. الله، يخرب بيت جمالك يا عوض. اهلا، منور الدنيا نجم النجوم. حقيقة يا معلم. عامل ايه؟ الحمد لله تمام. انا عاوز بقى شويه فراخ وشويه بط وشويه حمام، لزوم كده عزومه في البيت عندي. من عينيا. اتفضل يا معلم. اتفضل يا نجم. حبك يا فنان. حبيبي السلام عليكم. اصحى يا صاحبي وفوق، بين السما والارض فروق. طب اصحى يا صاحبي وصحصح. مهرجان بين السما والارض كسر الدنيا وعمل ترند عالي قوي. عايز يا ديش يا عوض، واحد غيري كان كبر مخه وقال لك ماليش فيه، ولو شافك في الشارع هيدور وشه الناحيه التانيه.
هو انا طلبت منك حاجه يا ابن الناس؟ مش موضوع طلبت مني حاجه يا صاحبي، بس انا عز عليا حالك كده. طب تخيل معايا كده، دويتو اشقيت زمان وربنا لنكسر الدنيا، وسكتك لحبيبه القلب هتبقى سلكاوي. ديشا انا قلت لك طريقك غير طريقي، سيبني بقى اشوف اكل عيش. يا عوض ارجع اللي انت عايز تعمله ده، بص لقدام يا ابني. الحمد لله النور رجع، لكن هو ما اشتغلش ليه يا محمد بيه؟ مش عارف والله عم مالك. طيب هو الباشمهندس جاي في السكه. ايه القرف ده؟ مفيش شبكه. انا عارف ان مفيش كلام ينفع يتقال في الظروف اللي احنا فيها دي، بس اللي ما ينفعش خالص بقى ان نجمتي المفضله اللي زي القمر تبقى مكشره وزعلانه كده. الله، فين ابتسامتك الساحره يا نجمه؟ عرفك بنفسي، رفعت الدمنهوري، رجل اعمال ناجحه. اهلا وسهلا. اهلا بيكي، انا معجب بيكي جدا. علمك بقى الواحد حران ومخنوق، بس ما اخبيش عليكي كل ما اقرب منك الحراره بتزيد اكتر. جس كده هتلاقي درجه حرارتي تعمل كوبايه شاي. اعمل لك شاي؟ ايوه كده، ورينا الابتسامه الجميله. انت بتبانها طويله قوي في الشاشه اصلا. انا هموت واشرب كوبايه شاي. استغفر الله العظيم يا رب. بس اقول لك حاجه بقى، سكر حضرتك ايه؟ معلقة واحدة. طب ما تاخد معلقتين وتريح امي. والله العظيم يا اخي بقى سيب بقى. والله العظيم انت احلى من التلفزيون. هي من كده منك عشان ما حدش عارف، انا ما عرفتهاش غير ما قالت هنا. وبعدين ايه بتمثل بشعرها، يجوا يشوفوا التمثيل ده. انا بحب كل حاجاتك وحياة ربنا. أمر. في ايه يا دكتور؟ ما شفتش كانت بتكلمها ازاي؟ دي بنت قلة الادب وتستاهل قلم تاني على وشها. مش ناقصاك يا كريمة، ما كفاية الهم اللي احنا فيه. انت متأكد ان حميد في الاسانسير؟ ايوه، والست كريمة وابن زكريا بيه. بس وانت مش عارف تتصرف ازاي؟ وانا بيدي ايه اعمل وما عملتوش يا سعادة البيه؟ كلمت الباشمهندس وقال لي حاول تسحب، حاول تسحب وما اسحبش معايا. طب اعمل ايه انا؟ كله بسبب خلاك. ما لما حميد فلت من تحت ايدينا كان لازم اتصرف بسرعه. انا كنت عايز اكسب وقت مش اكتر. وانت الحزن ايه؟ ما ايه يعني؟ احنا لازم تجيب مهندس يشغل اسانسير ده وبسرعه ويشتغل لحسابه. طب اهدى طبعا عشان نعرف نشوف شغلنا. ما اسمعش صوت حد فيكم. العملية دي هتتم، يعني هتتم، وأنا بنفسي اللي هجيب حميد وهقعده على الكرسي ده. إيه يا باشمهندس؟ يعني أنت فين دلوقتي؟ الناس هتبص في الأسانسير يا باشا. يا ريس اعتبر الأسانسير اتصلح خلاص. أنا خبرة فوق العادة. مش في حاجة اسمها خبرة فوق العادة؟ إيه؟ بعون الله أنا فوقها بدورين. هات عارف، هات. ألو. ايوه يا باشمهندس، انا بطرس غطاس رئيس اتحاد ملاك البرج. معاك مهندس شندويلي، تقدر تقول لي شندويلي عادي. ارجوك تيجي بسرعه. الاسانسير عطلان والنهارده عيد ميلاد بنتي، وفي ناس كتير قوي جوه الاسانسير منهم اعز اصدقائي دكتور حميد سراج الدين، وناس تانيه مهمه زي الممثله فاتن سرور. في ناس كتيره جدا مهمه من المجتمع. بعد اذنكم، هو في حد قال فاتن سرور صح؟ ايوه، الممثله الكبيره فاتن سرور محبوسه في الاسانسير ده، ومعاها الممثلة التانية دي اللي هي اللي زي الألماظية دي. حمصة إيه؟ أيوه، حمصة صح. لو سمحت يا العمارة الأسانسير عطلان فين؟ هما قالوا لك نمرة كام؟ يا جماعة ما حدش جاله إرسال؟ أنا جا الشرطة واحدة وراحت. مفيش شبكة. لو جات لك شرطة جربي، على فكرة ساعات بيلقط التليفونات ساعات بتلقط بشرطة. ينفع بس لو لقطت معاكي أبقى أعمل تليفون من عندي؟ أنت حبيبتي بس يلقط بس. كلم جوزي بس. حاضر. يا جماعة اللي لاقي أي شرطة يقول. ايوه. لا مش ده دلوقتي. لا برضه هو ده. يا جماعه في ناس هتموت معانا هنا. مفيش هواني يا عبد الله. يا رب. الو انت عندك شبكه؟ ايوه ايوه. اديله عنوان بسرعه. ارجوك اديله عنوان. مش عايز ممكن نعمل تليفون على العيله. ايوه حبيبي، دقيقه واحده عشان اكلمه. بص انت عايز يتكلم اديله فرصه. ايوه يا بليه. بص انا هقول له مين هو اللي بيتكلم. ايوه يا بليه. وبعدين وبعدين بس
ايوه اتفضل هدوء كل حاجه بس اتفضل يلا قول له ايوه بلي ادي له عنوان لا انا مش في المكتبه يا حبيبي لا يا حبيبي مش في المكتبه ادي له عنوان لا انا كويس يا كويس كويس ايوه يا بلي سادت عليك العافيه يا حبيبي انا معايا التليفون شغال من بدري وما تقولناش حرام عليك يا ايه الاخبار المهندس شغل الاسانسير ولا لسه قدامه وقت ولا ايه اخبار الناس اللي جوه ايه سكت ليه ما ترد يا عم عارف هانت هانت الراجل ده شكله دماغه عاليه قوي وهو اللي هيلعبون الله المهندس لسه شغال وعرف انت نيلت ايه وعطله يقول ان العطل حصل لما تيار الكهرباء قطع ورجع تاني وعرف ان كارت الفازه بتاع اوضه الكنترول متشال ايوه يعني رجع كارت الفازه ده لا ما هو مش هيعرف يرجعه اصل انا رميته الله يخرب بيت غباك الاسانسير ده لازم يشتغل وبسرعه الاخبار يا عارف صلحوا لسه يا مصدي لسه يوم ما يعلم به غير ربنا اعملي لي لقمه كلها حاضر يا اخويا عقبال ما تخلص وتيجي اكون عملت لك البساره ساره وانا اقول ماله يوم اخبر كده ليه هاتي بساره بساره حاضر يا اخويا انت البواب حتى انا عايز ميه انا عايز ميه وانا والنبي شكرا مخي مخي معلش يا استاذ انا اسف الصراحه اللي انت عملته ده يعني مستفز قوي انت ايه اللي خلاك تعمل كده ما انت شايف ان تليفوناتنا كلها ما فيهاش ارسال هو التليفون باظ خالص انتوا لو كنتوا كلمتوني من الاول كنت حليتها انا كده رجعت على السلوك كلها مش ناقص غير كارت الفازة كارت ايه؟ الفازة طيب اروح اجيبه؟ ده بيتجاب من الشركة يا حبيبي والنهاردة اجازة كل سنة وانتوا طيبين شم النسيم طب والعمل يا باشمهندس؟ انا المهندس شندويلي ولا انتوا نسيتوا؟ خبرة فوق العادة اثبت مكانك ايه؟ خبرة فوق العادة مش قلت لك قلبي بيطمن لك يا نجمة تعال يا جدعان ريحي يا شباب يا جدعان شوفوا حالي بقى سواسي استغفر الله العظيم يا رب يا رب خلاص يا رفعت روح انت على الفترة اللي انت قضيتها في السجن تكون علمتك حاجة لا علمتني حاجات السجن اصلاح بتهذيب يا باشا تمام سلام سلام يا عم محمد مشوفش وشك تاني لا بشر ولا بخير كفارة يا معلم رفعت السجن للرجالة الف حمد لله على السلامة عايز ايه اللي جابك هنا الحركه بعدك نايمه خالص عايزك ترجع وترجع الامجاد يا سلام يا عين امك يا واد يعني ارجع لكم الامجاد ولا ارجع السجن تاني ولا لسه خرجت
بقول لك ايه، انا خارج المغازي ولقيتي خير. الحمد لله، توب لله، وهنعيش بالحلال وهنقفل الشمال. لو انتم مصممين على السكه دي بقى مشوفش وشك تاني. سلام علي، تفضل. ايوه يا عوض. أروى انت فين؟ بجيب شويه حاجات وراجع على طول. هو انت في البيت؟ اه في البيت يا ست البيت. بتجيبي حاجات منين بقى؟ بجيب عطاره، بجيب من حسين كده شويه عطاره وهرجع على البيت كمان ربع ساعه. يلا مع السلامة. والنبي يا اخويا يا عسل، انت ما تدخلني بقى بدل العطلة دي. ده انا واقفة على رجلي بقى لأربع ساعات ورجلي وجعت. الصبر، الصبر كله هيخش بالدور، وبلاش الزن بتاعك ده. مش هتشتغلي بالزن على فكرة. وانا حيلتي غير الزن؟ انت مش فاهم علا دي طيبة ازاي؟ مع اوريو؟ لا فاهم. بأحلى شوكولاتة. فاهم منين يعني؟ عشان انت بقالك اسبوع ما بتعمليش حاجة انك بتتكلمي عن علا يا صفاء. وبعدين انت تعرفيها منين اساسا؟ هو اي حد يعدي كده خلاص بقت صاحبتك وتعرفيها وطيبة؟ نفسي تبطلي تخدعي في البني ادمين. انت خلاص كده؟ قررت اني حمارة وما بفهمش في الناس؟ لا 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 لا. قررت ولا بررت؟ ولا ست الكل ولا احسن اخواتها وملاك بجناحين، بس مش اي حد طيب يا صفاء هنجيبه نعينه في الجورنال. هي مش جمعيه خيريه وهي عشان يعني وحدانيه ومطلقه وما عندهاش حد يساعدها، ما نقفش جنبها ما نشيلهاش من دقيقه. طب يا اخي عشان خاطر ربنا ما يضايقهاش علينا. يا البنت امينه لسه ما جاتش من الدرس، هي كانت جت اكلت معايا فتحت نفسي على العشاء. يا ساتر. اصبري بقى عشان عايز اتفرج على المناظرة بتاعة حميد وسيد الحلاوة. يوم المشاعر الإنسانية الفياضة اهتزت فيه دموع المصريين إثر عملية إرهابية أسفرت عن سقوط ضحايا من أهالينا وبعض السائحين. ضيوفنا الكرام، الأستاذ الدكتور حميد سراج الدين الكاتب والمفكر الكبير، والشيخ سيد الحلواني. أهلا بكم. أهلا بيك. أهلا وسهلا. دكتور حميد، هل أنت شايف أن الخطاب الديني هو البذرة لزرع الإرهاب؟ في البداية لازم نفرق بين حاجتين، الخطاب الديني المتشدد والخطاب الديني المعتدل. المشكلة هنا بقى في الخطاب الديني المتشدد اللي بينشر أفكار سامة بتدخل في عقول كل اللي بيسمعوه وبالتالي بيوصل للإرهاب، ودي أنواع الخطابات اللي بيقولها الشيخ سيد. لا، أنا خطاباتي لا تحث على الإرهاب يا أخ حميد، إنما ممكن تكون خطاباتي ما بتعجبكش أنت وأمثالك لأنها لا تحمل نوع من الضعف واللين. سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام قال إيه؟ حرم على النار كل هين لين سهل قريب من الناس. آه، وإحنا بقى عشان نقرب من الناس نخالف شرع ربنا. أنا ما بقولش نخالف شرع ربنا، بس ما نفسروش على مزاجنا. أنا ما بفسرش شرع ربنا على مزاجي يا أخ حميد، ولا أقدر أغيره. كويس، وهل فتواك بأن دم غير المسلم من الأجانب مش حرام؟ ده إيه؟ مش حرام طبعاً في حالة الحرب، ولا عايزهم يقتلونا ونقعد نتفرج عليهم. واللي ماتوا النهاردة دول كانوا بيحاربونا في إيه؟ البلد مستهدفة يا أخ حميد، ولا أنت مش واخد بالك؟ أفهم من كده إنك موافق على اللي حصل النهاردة. إيه ده؟ أنت بتتصيد بتصيد لي الكلام ولا إيه؟ أنا ما قلتش كده. انت الحقد والغل اللي جواك هو اللي بيخليك مش عايز تسمع وبتفسر الكلام على مزاجك. شأنك انت وامثالك من مدعي الثقافه اللي بيتكلموا في امور الدين وهم ليسوا اهلا. لا اعتقد ان لا انت
ولا أمثالك مؤهلين أصلاً إن هم يتكلموا في الدين. السوشيال ميديا والتكنولوجيا الحديثة هي اللي ادت لكم فرصة إن انتوا تخربوا عقول الناس. أنت اللي مخرب وتسعى لنشر الفساد في المجتمع، ولو إني من أولي الأمر لنفست فيك حد الحرابة. أنا شايف إن كلامك فيه تهديد، وأنا من مكاني هنا عايز أقدم بلاغ للسيد النائب العام في الشيخ سيد. أنت جايبني البرنامج هنا عشان تتبلى عليا؟ الطريقة الاستفزازية دي مش هتمشي معايا، البلد مش بتاعتكم أنت والملحدين أمثالك. أعزائي المشاهدين، فاصل ونرجع لكم تاني. يا شيخ سيد اهدى شوية. اهدى إيه بس؟ أنا مش هسيبك يا حميد، مش هسيبك، والمواجهات بيننا مش هتنتهي. أنا بقول لك أهو، ويعني إيه أنت يا حميد؟ Being immortal, the monkey can cannot die, only trapped in stone, where he waits for the secret from the prophets to return to him his great weapon and finally free him. يا كريم انت لسه صاحية؟ مستنياك لك، كنت عايز حاجة. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. زياد نام؟ من بدري، نام وهو قاعد بيتفرج على البرنامج في مكانه، أنت عارف ما بيفوتش أي برنامج أنت بتطلع فيه. بس ايه الكلام اللي انت قلته في الحلقه ده يا دكتور؟ ايه ما عجبكيش؟ يا نهار، وانا برضو في اي حاجه انت تقولها ما تعجبنيش، بس سايقه عليك النبي ما تدخل في مشاكل مع الناس دي. يا ستي خليها على الله. حضر لك تتعشى؟ يا ريت، انا جعان جدا. ثواني الاكل جاهز، ثانيه ويكون عندك. بعد اذنك. كريمة. نعم. اقبلي مني الهدية البسيطة دي. دي عشاني؟ شكرا. أنا عارف إن زياد والبيت حمل تقيل عليكي. بصراحة يعني أنت من ساعة ما دخلتي البيت ده وإحنا ما شفناش منك غير كل خير وطيبة. تسلم ويسلم ذوقك. شكرا. الله. عجبتك؟ دي حلوة أوي. أنا هطلع أغير. ثواني الأكل يكون جاهز. مش عارف المفتاح ما بيفتحش تقريبا، مش شايلنا. فتح اهو. بس الفيلم ما كانش قد كده. لا بقى كان حلو. شوف. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا 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 بالناس اللي راحوا السيما وما خدوناش معاهم. الله. طب ما هو جلال قال لك يا عم تيجي معانا وانت اللي قلت لا. يا بنت انت بتاكلي من الكلام ده؟ على فكره ابو الوفا ده مش سهل. دي عزومة مراكبية يا بنتي، بس بيني وبينك أنا ما حبيتش أبقى عزول. شوفوا النا. طب أنا هقوم أعمل لكم العشاء. خليكي يا خالتي أنا هقوم أعمل. لا لا يا حبيبتي خليك. طب أنا جاية معاكي. حاجة حلوة أوي والله. إيه اللي حاجة حلوة؟ إيه؟ أنا عزمتك عزومة مراكبية برضو. المهم سيبك بقى من البكش اللي أنت بتعمله ده. أنا عاوزك تعجل في جوازك من بنت خالتك. بنت خالتك دي طيبة وكويسة ومش هتلاقي زيها النهاردة. أوعدك. بس عايزك تصبر عليها شوية عشان المشروع اللي أنا بعمله ده محتاج تفرغ. أنت عارف أنا تعبت فيها قد إيه؟ ده حلم حياتي. بص يا جلال يا ابني، أوعى تتنازل عن حلمك، عشان اليوم اللي هتتنازل فيه عن حلمك مش هتعرف تعيش. بص يا حاج. نعم. أنا حلمي دلوقتي اللي أنا أكل.
كده وائل، احنا وعدناك ان هي خلاص قرصت ود، سيبينا بقى نتصرف براحتنا. هو انتوا هتعملوا في حميد حاجه وحشه؟ طيب بص، انا من رايي بقى انك تهدي كده وتريحي اعصابك، ويا ريت تتفرجي على التلفزيون احسن. وبعدين بقى يا جماعه في اللي احنا فيه ده هنفضل كده لحد امتى؟ مش معقول يا باشمهندس. طب انا معلش بعدين ايه الانفجار ده كله؟ ايه يعني في الشركه نفسها كلمه تيجي تطلعنا من هنا؟ مفيش حد عارف صلاح حصل سر؟ يا رب انت خلي، انا مش عارف اخد نفسي والله العظيم، بيترعش من ساعتها انا مش فاهمه. انتوا شويه بار بتهببوا ايه؟ مش عارف اهدى ايه وزفت ايه؟ شويه الحيوانات دول لو فضلوا يجربوا فينا هنموت هنا. ما ينفعش. هو ايه اللي ما ينفعش؟ ما ينفعش البهايم هي اللي تجرب على البني ادمين. جرى العرف ان الانسان هو اللي يجرب على البهايم. بقول لك ايه؟ بقول لك انت تطلع من دماغي دلوقتي خالص. ما هو ده كان راي البهايم برضه. ايه ده؟ سكينة. سكينة، ولو فتحت بقك هتبعك. ايه الدخان ده؟ ما تقلقوش عليا، انا تمام الحمد لله. طلعت عليك قوي. طلع اللي مفهومان. هقول لحضراتكم اللي حصل. ايه اللي حصل؟ هو انا غيرت الكابلات ونسيت اقول للمفتاح ان انا غيرت الكابلات، فظهر ان الكابلات خدت المفتاح فين؟ المفتاح مش اكتر. المفتاح. اطلع بره. استاذنكم القميص معاك. يا ابني القميص معاك. اسمعتك العرب يا فاشل. ما اعرفش انتوا بتعملوا كده ليه؟ وانا اول مره معرفش اصلح اسانسير. لا انا مش هموت هنا، انا مش عايزه اموت. مش عايزه اموت. اهدي يا بنت اهدي، الحياة جميلة والأجمل إننا نعيشها من غير خوف. اهدي ما تخافيش، هنخرج من هنا ما تخافيش. متخفلين يا رؤية؟ هو أنا مش قلتلك سكة الكومبارس والتمثيل دي تنسيها خالص؟ هو ايه يا اخويا ده اللي بغفل؟ ما انت واخدني على كده يعني مفيش حاجه جد. ده كان زمان زمان وخلصنا من الموضوع ده. لا ما خلصناش، لما العيشه الضنكي دي تبقى خلصت تبقى تقولي ان احنا خلصنا، وكنت ساعتها حطيت في بقي جزمه وسكت. امال عيشتنا رؤية؟ ما احنا زي الفل اهو. فل؟ هو فين ده يا اخويا الفل عشان نظري ضعف ومش شايفه؟ اراده توك توك اللي مش مقضينا، ولا سرحانك طول الليل في الافراح اللي مش جايب همه، ولا ريحه الحاره اللي فاحت المعفنه؟ وانت في حاجه ما كنتش عارفاها يا رؤية؟ ما انت واخداني على كده ومتجوزاني على كده وعارفه كل ظروفي. بس انت كنت واعدني يا عوض انك هتعيشني عيشه زي الفل وتعوضني عن اللي فات. الا ما شفت منك حاجه يا اخويا، ولا هو ضحك على الدقون، ولا انت كنت فاكرني مغفله؟ مغفله عشان اتجوزتيني يا رؤية؟ بعد ما سبت اهلي عشان خاطرك يا رؤية؟ عشان كانوا رافضين جوازنا ده عشان انت اكبر مني ومتطلقه يا رؤية؟ وبعدين كل واحد بياخد نصيبه يا ست. بس الفقر مش نصيبي يا عوض، الفقر قله عقل. وانا اتفتح لي باب رزق ومش هقفله. مساعد مخرج في مكتب الكاستن قال لي ان فاتن سرور هتعمل فيلم جديد وعايزه وجوه جديد، وقال المخرج هيعجب بيا وهيديني دور في الفيلم. ونبي يا اخويا ما عايز عطل، الهي ربنا يرضى عني، خليني اشوف حالي. لك حق تزعل علشانها. الله يرحمها. الحقيقة يا رؤية ده الله يرحمها كانت إنسانة جميلة من جوه من بره.
ما تستاهلش اللي حصل لها، بس للأسف مكتوب لها كده. متشكر يا سامي انك جيت. لا ما تقولش كده، احنا اصحاب اخوات. بس انا كنت عايز اعرف حاجه، انتوا عرفتوا مين اللي سرب الفيديوهات اياها دي؟ بس انا رايي كبر مخك، كبر مخك خالص، كبر مخك خالص. بقى ايه في حياتي؟ ازيك يا نادر؟ ازيك يا مروان؟ اتفضلي. انا هقوم اعمل حاجه نشربها. تشربي ايه؟ اي حاجه. بقول الناس وهي حزينه بيبقوا دبلانين زي نادر كده، بس انتي الحزن مع اللون الاسود خلينك اجمد ما انتي جامده اصلا. وانا بقول تخلي عندك دم وتسكت شويه، انت المفروض جاي تعزي. طب مش هتيجي يعني فك النكد اللي احنا فيه ده؟ يعني انا عارف ان انا عاجبك، وانا انا بصراحه خايف لحسن احبك. ايه مفيش دم؟ طيب انا استاذن بقى يا جماعه. يا ابني استنى اشرب الشاي. لا 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 ملوش لزوم، انا مستعجل، وانت لو احتجت اي حاجه كلمني. شد حيلك. مشغول في ايه يا عم بطرس؟ اهلا اهلا وسهلا. مش تعرفنا؟ مدام علا صديقه المدام وزميله صحافه بس من نزلهم، دكتور حميد سراج الدين. طبعا غني على التعريف، انا قريت كل مقالات حضرتك. ميرسي، ربنا يخليكي، ان شاء الله بس ابقى عند حسن ظنك. ازاي بقى حضرتك مدرسه كبيره. مدام علا تمام، رقم تليفون حضرتك معانا، وان شاء الله حد قريب جدا من الجريده هيكلمك. شكرا شكرا. العفو العفو، مبسوط ان انا اتعرفت على حضرتك. انا كمان. ما جايب صفاء يا سيدي. مش فاهم. من ساعة ما اتعرفت عليها بقت أعز صاحبة عندي يا بطرس، والنبي تشغلها يا بطرس عشان خاطري يا بطرس، موهوبة يا بطرس، نفسها تحقق حلمها وتبقى صحفية يا بطرس، لغاية ما جابت لبطرس تربانة في دماغه. يا عم وريك يا عم. بص، وإيه حكاية من منازلهم دي؟ كاتبة شوية مقالات محدش قراهم غيرها. طب وأنت واخد موقف منها ليه؟ ما تشوف شغلها، يمكن تطلع موهوبة فعلا. المهم سيبك أنت من الكلام ده، اللي انت عملته مع سيد الحلواني ده اديته على دماغه، هو ما يستاهلش غير كده. انت غلطان يا حميد، راح تتكلم معاه في ايه؟ ده واحد اهدر دمك ودمي يا حميد. وانت بقى خايف عليا ولا على نفسك؟ علينا احنا الاثنين. بطرس اللي بيعمل حاجه غلط هو بس اللي بيخاف. صح. انا بس نفسي نغير شويه في الفينال، يعني مش حابه انها تبقى عايمه قوي كده. والله شوف يا استاذ، انا عاده مش بحب ان انا اتعدى على النص يعني، بس طالما الاستاذ المؤلف هنا وانا هنا وحضرتك هنا، فحضرتك ممكن تحبي تقولي له اللي حضرتك حباه وانا احب اقول له. فلو هو يعني حضرتك حابب تقول لنا اي حاجه عن المضمون. بس انت اللي مش عاجبك في الفينال يا استاذ. مش مساله مش عاجبني، بس قصدي ان الفيلم يخلص والناس مش عارفه ايه اللي هيحصل مش مريحاني. اقول لك بصراحه، نفسي بقى ان وافقت صالح اختها الصغيره. هو ده اللي انا بتكلم عليه. هو ده. تمام يا استاذ. بالظبط. اتفقنا؟ اتفقنا. ان شاء الله كله يبقى مظبوط، هتظبطها لي انت، انا عارفه انك هتظبط. اكيد اه اكيد. هي مش دي بتاعت ازاي؟ ايه؟ ازاي؟ اه هي اه
دي عليها واحدة ازاي؟ ربنا ما يوريك. بس هي بتعمل ايه عند حضرتك؟ يوم ما خلصنا الكاستنج عندك في المكتب وانا نازله لقيتها واقفه لي على باب الشركه، شافتني وقعت في عرضي عشان خاطري شغليني اي حاجه، اعمل اي حاجه صعبت عليا. قلت زي بعضه اجيبها بدل البنت المساعده بتاعتي اللي مشيت، وهي بالمره تخلي بالها من البيت يعني. مساعده؟ يا خساره. لا يعني اقصد يا خساره يجي منها يعني. مش قلت لك انها عجبتك ودخلت دماغك؟ دخلت دماغ انا؟ لا طبعا ما اقصدش كده طبعا خالص، انا بس شايف ان يعني مش لدرجه انها تبقى مساعده يعني. لا 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 لا، ده يا دوب هو ده طبها. بس خلي بالك انت بقالك مده ذوقك في النازل قوي قوي. او مون ديو، اصول ولا اي حاجه. شهدك كان يجي يطلعهم عليا ولا ايه؟ يا ريت على الاقل كنت قدرت اعمل فيك نفس اللي عملته في رويده. احنا مالي يا رويده؟ ما تفكر بقى بالاشي اللي انت عامله لنا ده، شكلك فضحه. مش غير تامر لازم اخد لك الافكار اللي زي زفت. صباح الفل يا ريس. صباح الفل. وش السعد؟ البنت مش جايه. نعم والله انا جاي كده. لازم نقول لفاتن. بس استنى يا باشا قبل ما تقول. ادخل. صباح الفل يا استاذه. صباح الخير. انا جهزت انزل. طب معلش احنا هنستنى نص ساعه كمان. نص ساعه بس على ما تشربي كمان فنجان قهوه. ليه بس؟ ده احنا متاخرين اصلا. ما هو غدا حسين مش جايه. انا انت كان قايل لي ان عندها مشاكل مع الاجر. هي الناس دي بتنسى بسرعه كده ولا ما عندهاش اصل؟ قله الادب دي ايه ده؟ هي يعني بتلوي دراعي يا تبوظ يوم تصوير يا نزود اجرها؟ طب على يدك يا محمود، انت كنت لسه مساعد مخرج، هو مين اللي شغلها اول واحده؟ مش انا. حصل. هو كان في حد عارفها الا لما طلعت معايا في فيلمي؟ ولحد دلوقتي دي لحد دلوقتي الناس مش حافظه شكلها، تقوم تتشرط وتعمل عليا نجمه في 60 داهيه. ده انا 1000 واحده تتمنى تطلع في مشهد في فيلمي. هي عندها كم مشهد؟ 5. مش مهم، هات اي واحده تعمل الدور، لكن البت نكره الجميل دي والله ما هتشتغل معايا تاني في 60 داهيه، واليوم ده برضو مش هيبوظ. ترجمة
طيب ايه رايك المساعده بتاعتك تعمل الدور؟ رؤية مش عارفه اشكر حضرتك ازاي على اللي بتعمله معايا. بص يا علا، طول ما احنا بره شغل انت هتقولي لي يا حميد وانا هقول لك يا علا، اتفقنا؟ ماشي يا حميد. هو كان في حاجه كده بس مش قادر افهمها، وانت ليه ما قلتيش لخالك لحد دلوقتي اللي انت اشتغلتي في كورنول؟ انا كنت بشتغل مع خالي بس بصراحه مجال شغله بعيد تماما عن الصحافه، ودي الشغلانه اللي انا بحبها. لما سبت الشغل معاه ما كانش راضي ان انا اشتغل في اي مكان تاني، بس انا اصريت وتحايلت عليه وهو ما بيرفضليش طلب، اصل هو اللي متكفل بيا من ساعه وفاه بابا وماما. لو عرف دلوقتي ان انا سبت الشغل التاني ده واشتغلت حاجه تانيه هيبقى الموقف صعب. انا مش متعود اكدب على فكره، يمكن دي اول مره. انا مش بحكم عليك يا علا، دي حياتك انت يا علا مش حياه خالك، عيشيها زي ما انت حباها. وبالمناسبه بقى كل خلق الله بتكتب، بس في ناس بتكتب عشان تأذي، وناس بتكذب عشان تحمي نفسها وغيرها من الأذية. بس أنا بقى عكسك خالص، يعني معرفش أبقى عايز حاجة وأسيب الظروف تبعدني عنها. ما هي المواجهة دي مش سهلة خالص. لا سهلة، أنا هعلمك بقى تواجه إزاي. يلا أستاذة شوفي هناكل إيه بقى علشان أنا معاد غدايا جه. حاضر يا حميد. يا سلام، ده التطور اللي إحنا فيه ده. أنا قلت اللي عندي وخلاص، محدش هيمشي كلامه عليا. الله، انت المخرج على راسي، ما عنديش مشكلة معاك، بس هو بقى لو فاكر انه عشان المؤلف حيلوي دراعي ومش هيعمل التعديلات اللي انا عايزاها يبقى ما يعرفنيش. قول له دي فاتن سرور، فاتن سرور. لا ده هو بس معاش ولا كان، احنا بس نكلمه، ادي نفسك فرصة. مش عايز اتكلم معاه. نكلمه مكالمة واحدة وان شاء الله هنوصل لحل يرضي الاطراف كلها. مش عايز اكلمه. ده هنوصل لحل اكيد. زمن العجايب والله. هتلاقيها مظبوطة يا ابني. استاذ وسام، ينفع يعني نزعل النجمه بتاعتنا؟ طيب خد هي معاك اهي، مش هتكلم. يا استاذ زي حضرتك. طبعا لا مفيش مشكله، انا بس عايزه اقول لحضرتك حاجه، عشان نعرف نشتغل مع بعض يبقى الاول لازم نحترم تاريخ بعض، ولازم حضرتك تبقى عارف ان كل مؤلفين مصر نفسهم يشتغلوا معايا. وبعدين التعديلات اللي انا طالبها دي انت شايف هي مش لمصلحتي طبعا، دي لمصلحه الفيلم كله عشان يتظبط شويه. لازم تبقى عارف انك بتشتغل مع تاريخ اسمه فاتن سرور. ماشي يا استاذ. الكلام عشان يتنفس هيبقى مكلف. طيب خليني بكره اجيب حضرتك اقعد معاك شويه واعمل لك فول برزنتيشن واشرح لك كل حاجه. فعلا برافو عليك والله يا انا فخوره بيك جدا. بجد عرفت تربي يا دكتور شعراوي. متشكر قوي. سامي تاني سكران تاني؟ ها؟ سكران تاني؟ اعمل فيك هدي نفسك يا فندم. اعمل فيك هدي نفسك يا فندم. انا هتكلم معاك. كنت اعمل في ايه ده؟ قول له حاجه والله انا هتكلم معاه يا فندم. سيبني بقى يا بابا. يا بابا بقول لك مفيش حاجه تستاهل يا فندم. طب هدي نفسك حضرتك، انا هشوفه حركه، انا هتكلم معاه، انا هتكلم معاه. روح اشوف امريك. سيبنا يا عم مفيش حاجه. اوكي بادي اوكي. مفيش حاجه العبط وافوره بقى. صراحه الراجل معذور، انت احرجته قوي قدامنا. هو اصلا ايه اللي خلاه يفتح الموضوع ويتكلم؟ ما كان يسيبني عادي اسلم على الناس واطلع وخلصنا. لازم يفتح حوار من الهوا. ابوك خايف عليك مهما كان. مدحت انا مش قادر، سيبني. يمكن هي ضريبه لازم ندفعها، بس حد بيدفعها مقدما وحد بيدفعها مؤخرا. طبعا انتي شايفه نفسك من النوع الاول. كانت فتره صعبه قوي، ايام الله لا يعيدها، بس الحمد لله عدت. شكرا. ودلوقتي حاسه ان ربنا عوض عليا، بعمل الحاجه اللي بحبها وبشتغل شغلانه عايزاها وبحبها. قولي لي ما بتفكريش في حاجه تانية؟ حاجه زي ايه يعني؟
جواز مثلا. مساء الخير. مساء النور. انا عندي ميعاد مع خالي الاستاذ عبد. اتفضل. اتفضل. شكرا ميرسي. جميل قوي الورد والله. ذوقك حلو. تسلمي. ما شاء الله البيت حلو قوي. ميرسي. مبسوطه انه عجبك والله وانك عرفت تيجي على طول. ما تهتش. لا لا يسأل ما يتوبش. طب تشرب ايه؟ ولا حاجة كمان شوية كده. أمال خالك فين؟ خالي جاي على طول. يلا على السلامة يا فندم. أنت هنيجي ده يا مدحت؟ ابني فين؟ هو المهندس تاني لسه ما وصلش. لا تاني ولا تالت، انا هكلم الداخلية. يا فندم متهيألي مفيش داعي، يعني احنا مش عايزين شوشرة وخليه حل اخير لان موضوع سامي لسه ما اتقفلش. وهتسيب الولد كده محبوس جوه الاسانسير؟ لا يا فندم اكيد لا، بس يعني شوية صبر شوية صبر. وهم افتكروا الاسانسير وقف لوحده. حلو قوي، محدش يعرف باللي حصل غيرنا. اه كده هنطلب فلوس اكتر. شفت بقى ضبط؟ شفت ان اللي انا عملته جه في صالحنا؟ اي خدمة يا عم. احنا لازم نوصل له جوه الاسانسير. بس هنوصل له ازاي؟ في يا جماعه؟ ما هي بسيطه، هنفضل على التليفون لحد ما يلقط شبكة. ما تسكت يا ابني بذكائك ده. خلاص حلتوها؟ لا لسه. يعني ايه؟ الناس لسه محبوسه في الاسانسير لحد دلوقتي؟ اه بس قفلي على الموضوع، اميره لو عرفت ممكن تبوظ لعيد ميلاد، عارفه هي بتحب حميده ايه؟ افتحوا الباب! افتحوا الباب! يا ابني انت بتزعق في ودني، هو انا اللي هفتح لك؟ انا اسف. اقفلوا الباب! والنبي انت مصيبه والله. مخه ملوش اوراق في السجلات. في كرة الاطفال في دماغه، كل واحد عايز يقول حاجه. انت ايه ده؟ ايه ده؟ كائن عجيب. المفروض يطلع له زلومه هنا معانا. يا والله التليفون قطع. تليفونك قطع؟ خلاص. وانا كمان قربي. انا فاضل في شرطه واحده ويقطع. والله يا عزيز جوزي مليون مره يقول لي غيري الشبكه وانا ما سمعتش الكلام. حد معاه سيجنال زياده يا جماعه؟ سيجنال زياده؟ انا ممكن ادي لك الباقه كلها لو عايز. لا مفيش امل، مفيش فايده شكلها يعني. حسيت يا نجمة الخاتم وسع عليك. نعمل ايه بقى؟ الصونة اللي احنا فيها دي. يلا دوت سيلفي وزفت. يلا يا جماعة كل يقول لا تشيل. سيلفي كتير قوي. اظبط بس الكاميرا. ايوه يا انتوا غجرة اللي بره. مش هستنى اكتر من كده. انا سامي زكريا حافظ. افتحوا الباب الزفت ده. ما تقلقش يا سامي، احنا بنعمل كل اللي نقدر عليه. مدحت مدحت انا بتخنق هنا. سامي زكريا حافظ،
ازيك يا سامي بيه؟ انت بتعمل ايه؟ لو حد قرب لي هذبحه. انت عايز مني ايه؟ سمعني يا مدحت، هذبحه. انت افتحوه يا سامي، في ايه بيحصل عندك؟ انت عايز مني ايه؟ حياتك، انا كنت اذيتك في ايه؟ انا ما اعرفكش، انا اول مره اشوفك. وانا كمان أول مرة أشوفك. تشرفنا، بس أنا عايز حقي. يا لهوي يا لهوي، أنا كنت فاكر إنه مش طبيعي من الأول، مش مظبوط، وفي حاجة مش طبيعية. أنت أكيد مجرم وهربان. أنا مش مجرم يا فنانة، اللي زي ده هما اللي مجرمين. طب نزل بس سكينة بس، ما أنت لسه قايل للفنانة إن أنت مش مجرم. لا 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 لا، خطوة واحدة وأذبحه. ارجع يا سامي. ولا اقول لك انا كده كده هذبحه. يا استاذ، هو قتل حاجه بسيطه كده يعني تحت رايح مستقبلك؟ هو لسه ما ضاعش، ما ضاع من زمان. طب وانا ذنبي ايه؟ بقول لك لو في مشكله ينفع احلها لك، انا ممكن احلها لك. يا سامي، في ايه بيحصل عندك؟ يا سامي، انت سامعني؟ رد عليه. لا رد عليه. يا مدحت، في حد حاطط سكينه؟ هربت يا مدحت. يا مدحت، في حد حاطط سكينه؟ هربت وعايز يقتلني. وعايز يقتلك ليه يعني؟ خلاص خرجوني من هنا. مش هتخرج من هنا حي الا لو مدحت دخل لي هنا. تعرف مدحت منين؟ لا نعرفه عز المعرفة. انت ما تعرفش ان هو حرامي؟ هسمعك. ازيك يا مدحت يا حرامي؟ انا جلال ابو الوفا. سمعني يا مدحت، هقتله لو ما دخلتش. انا جلال ابو الوفا، فاكرني ولا نسيتني؟ يا باشمهندس جلال، ما تهدى كده وتروق وتصلح النبي. باشمهندس، انت لسه فاكر ان انا باشمهندس؟ معلش يا باشمهندس، مالكش دعوه بسامي، واول ما هتخرج نقعد انا وانت نتحاسب، ولو ليك حق هتاخده. لا هنتحاسب يا انا وهنصرف الناس دي كلها. مش هتعمل حاجه. انتوا بتبصوا له كده ليه؟ انا كنت مهندس محترم. كنت شغال في شركه من شركات ابو النانوس، زكريا حافظ باشا، وكان عندي حلم عايز احققه، وكنت شغال عليه. شغال ليل ونهار، شغال زي الحمار. حقي ضاع مني وحاولت ارتاح، اكتشفت ان انا اضعف من اي صرصار، ممكن يفعصوه في اي لحظه. اوعى تكون فاكر ان شويتين دول هيخوفوني، انت ولا تقدر تعمل حاجه. يا رب يا مجنون، ورينا كده هتذبحه ازاي. ورينا هتذبحه. لو النبي هتذبحه، مش هيقدر يعمل حاجه. لو عندك مشكله مع ماما يا مدحت، انا ماليش دعوه، بس والله مستعد احللك، والله مستعد احللك. الحمد لله. يا لهوي يا لهوي بس
انت مش جبان، انت انسان وانسان طيب قوي. اكيد العنوان غلط، الا اذا كنت جاي تستتيب او جاي تسال في امور دينك اللي انت ما تعرفهوش، لان انت وامثالك لكم دين تاني خالص. جاي تطلب ايد بنت اخت سيد الحلواني؟ انت عارفه ان الراجل ده اكتر واحد بيكره خالك؟ انا هقصر عليك الطريق، طلبك مرفوض وما شرفتش. حميد حميد حميد، استنى استنى عشان خاطري يا حميد، استنى حميد. أنا ما لقيتيش غير حميد سراج الدين؟ يعني ايه ما كنتيش تعرفي؟ ما العماله توصيني عليها، ساعدها يا بطرس، غلبانه يا بطرس، اقف جنبها يا بطرس، ولكنها صاحبتك بقى لها 90 سنه بلا ده بلا زفت. بقول لك ايه يا صفاء، انا قلت لك مليون مره بطلي تتخدعي في الناس، اعرفي الناس واحده واحده. مفيش فايده مفيش فايده، مع السلامه يا صفاء، باي باي. طب الراحه يا بطرس، صفاء ملهاش ذنب. ازاي يا عم ملهاش ذنب؟ بعد ما جابت بنت سيد الحلواني ولا بنت اخته دخلتها في وسطنا؟ ما هي اكيد ما كانتش تعرف. انت مش متخيل المفاجاه كانت عليا شكلها عامل ازاي. ده انا ما قدرتش انطق نص كلمه. ما طبعا ما انا رايح له برجلي لحد عنده. بقول لك ايه، انا هطلع قرار يمنعها من دخول الجريده. لا يا بطرس، ما تخلطش الامور، طالما ما قصرتش في شغلها وعولة فعلا موهوبه، وانا بحكم علاقتي بيها الفتره اللي فاتت اقدر اقول لك ان هي غير خالها خالص. يا سلام، ده انت كده تبقى عايز تشوفها تاني يا عم حميد. لا بقول لك يا حميد، علا دي تنساها خالص كأنها ما ظهرتش في حياتك. انت عارف يا حميد احنا ايه بالنسبه لسيد الحلواني؟ اعداء، وانت بالتحديد انت من ألد اعدائه. تقوم تدخل بيتك حد من طرفه عشان يقضي عليك؟ حميد، اللي بيننا وبين سيد الحلواني مش صراع على قضيه ولا وجهه نظر ولا حاجه هتروح مع الوقت ولا هتتنسي، دي حرب. تفتكر الحاجه اللي بيموت فيها ناس هيعيش فيها حب؟ ما تقلقش يا بطرس، انا مش هحط ايدي في ايد سيد الحلواني. ايه اللي صابك يا علا؟ انت كنت كويسه؟ كنت زي النسمه. انا كنت كويسه من وجهه نظر حضرتك لما كنت بسمع الكلام في كل حاجه، كنت بنفذ كل اوامر حضرتك حتى لو مش عاجباني. اه، وجه الوقت بقى وعايزه تعيشي على كيفك. ابدا يا خالي، انا مش عايزه اعيش على كيفي، انا مش هبقى مرتاحه غير وانت راضي عني، لان انا بنتك زي ما انت بتقول. بس ارجوك وافق على جوازي من حميد، ارجوك يا خالي متحرمنيش من حد مش هقدر ابعد عنه. ياه، للدرجه دي؟ لولا ان انا مربيكي كنت ظنيت حاجه تانية. عيب يا خالي ما تقولش كده. امال اقول ايه يا بنت؟ الراجل ده ربنا غضبان عليه، في مصيبه اكبر من كده؟ ده بيقدم للناس دين تاني، بيسمح بمخالفة كل اللي فرضه ربنا، ضيع معنى الدين وفرغه من محتواه. شوفي كام واحد بيسمعه وبيتبعه. ومانا بإيدي دي أديله بنت أختي؟ بنتي؟ هو مش النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه أفضل الصلاة والسلام لا تؤاخذني فيما لا أملك؟ اللي في القلب مش في إيدينا يا خالي. بس النبي عليه الصلاة والسلام قال الكلام ده في مين؟ المقارنة هنا مش صح، مش صح يا علا. حتى لو كنت بتحبيه، حتى لو كان آخر طلب ليكي في الدنيا، أنا لا يمكن أحط إيدي في إيد الشيطان ده. علا، أحسن لك تشيل الموضوع ده من دماغك خالص. خدي بالك، هدوئي في الكلام معاكي ده ممكن يقلب لعاصفة. فهماني؟ فهماني يا بنت أختي؟ يا سلام يا سلام، احلى طبق فول من ايد الشيف جلال ابو الوفا. اتفضلوا بالهنا والشفا. طب تعبت نفسك ليه بس يا حبيبي؟ تسلم ايديك. تعب ايه يا خالته؟ دول شويه فول، امال لو كان قالنا شويه طعميه ولا شويه بطاطس كنت عملت ايه؟ لا ده مشروع ضخم انا ما اقدرش عليه، انا كبيري طبق الفول دوت،
عجبكوا ولا دي البوابه تحت ياكلوا؟ لا لا خلاص خلاص هناكله نكسب فيك ثواب. ده مين الجعان اللي جاي يخبط علينا على الصبح كده؟ ده لازم واحد ليه نصيب ياكل من طبق الفول اللي انا عامله ده. اه يا ريت يا عم. شاي الجلاله والوفا؟ اه هي. وانا جلال. هاتوه. هتقول يا فندم؟ انا ما اعرفش والله. انزل يا باشا. انا عملت في ايه؟ انزل يا فندم فهمني. طيب انا مش فاهم. فهمني يلا. انا عملت ايه؟ تسلم ايدك. انا فعلا بحبها تتصب قدامي. تأمرني بحاجه تانية يا باشا؟ بيقدمها لي كده كل مره. بتعملي ايه عندك؟ بصب القهوه الباشا يا مدام. خلصتي؟ ايوه يا فندم. طب خلصي اللي وراكي في المطبخ عشان تروحي. حاضر. ازيك يا حبيبي؟ وحشتيني. وانت كمان. رؤية بنت يا رؤية. عفوا. مش انا قلتلك 100 مرة ما بحبش اشوف تراب في البيت؟ الترابيزة اللي هناك دي ما اتعملتش ليه؟ تاني مرة بقى خلي بالك من شغلك. يلا روحي نظفيها. قريت السيناريو اللي كان عندك؟ اه طبعا وعجبني جدا. طب كويس انه عجبك. انا كان ممكن ابعته لاي شركة انتاج تانية. تانية ازاي؟ تنسي ان احنا ماضيين مع بعض 3 افلام؟ لا مش ناسية. ورفضت اخر شغل جالي عشان التزامنا مع بعض. انت عارف طريقتي في الشغل، انا بحب الحاجات تاخد وقتها في التحضير وفي التصوير وفي كل حاجه. يلا رؤية عشان تروحي. حاضر يا مدام. هو انا ليه يا دكتور حاسه ان في حاجه مضايقاك وشغلاك يعني؟ لا ابدا، شويه مشاكل بس في الشغل. لا سايقه عليك النبي، ما تخلي حاجه تزعلك. ده انت لسه في عز شبابك ودكتور وما شاء الله زي القمر. عارف انت لو اتجوزت هتلاقي واحده برضه تشاركك يعني في مشاكلك وتشيل عنك. ما تشوف لك واحده كده تكون عارفاك وحافظك كويس، عارفه بتحب ايه بتكره ايه، ايه اللي بيبسطك ايه اللي بيزعلك، هتشيل عنك برضه شويه يعني. بعدين في حاجه يمكن حضرتك مش واخد بالك منها بس انا لازم اقول لك عليها. زياد اسم النبي حرصه وصايمه لسه صغير، محتاج يعني يقوم تعوضه عن حنان المرحوم الله يرحمه. يعني يا كريمه، هو انت ناويه تسيبينا ولا ايه؟ لا والله مش القصد، انا اقول كده برضه يقطعني. هو انا اقدر اعيش من غيركم ولا استغنى عنكم؟ ولا احنا نقدر نستغنى عنك. البيت ده كله كده ملوش لازمه من غيرك. قطع الثلاثي ده ضارب. وايه بقى القطع الثلاثي ده كمان؟ اللي هو المفتاح ده. ده اللي بيوصل كهرباء للاسانسير. واضح كده ان في حد جنيس كده حب يعمل وصله فراح مركب كابلين فاز على بعض، هم دول اللي عملوا المشكله كلها. ايه هو مفيش غيره. مهندس اللي كان يقول لك فوق 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 العاده. طب وبعدين يا باشمهندس؟ اساسا الاسانسير التاني شغال وما حصلوش حاجه. ده حقيقي.
لان كل اسانسير ليه مفتاح لوحده وليه كابل لوحده، واحيانا هنضطر نعطل التاني واحنا شغالين. تصدق باين عليك بتفهم. ما قلتليش اسم سعادتك ايه؟ اسمي حازم. ايوه تمشي مهندس حازم. طب يا باشمهندس حازم العمل دلوقتي ايه؟ العمل دلوقتي ان احنا هنركب مفتاح قطع ثلاثي تاني نوصل كهرباء للوحده الكنترول بتاعه الاسانسير، نقدر نحكم بعدها المشكله فين. وده هياخد وقت باذن الله. لا لحسن الحظ انا معايا مفتاح تاني. بابا قفل تليفونه لحد دلوقتي وانا مش فاهم ليه. اكيد يعني تليفونه فصل شحن، وانت عارف ان هو في العيد ميلاد يعني. لا هو مش في العيد ميلاد، انا كلمت اميره وقلت ان هو لسه ما جاش. يبقى اكيد عنده مشوار شغل راح وبعد كده هيروح عيد ميلاد اميره. صحيح، اميره زعلانه مني ومنك علشان ما رحناش. خلاص احنا هنجيب لها هديه ونروح لها انا وانت. مش انا عايز افهم ايه اللي هيحصل لحميد. اشمعنى دلوقتي عايز تعرف في ايه؟ انا سكت وساعدته عشان توعدتني ان مفيش حد فينا هيحصل له حاجه وان حميد مش هيتاذي، لكن انا بدات ما اثقش في كلامك. قلت لك ما تقلقيش، احنا عارفين احنا بنعمل ايه. انا لازم افهم اللي هيحصل، ولو ما فهمتش انا هبلغ البوليس. مجنون ازاي بس؟ مش انت اللي تقولي الكلام ده يا ست؟ في هنا دكاتره هي اللي تقرر حالته. والدكاتره دول بقى جم وخدوه بناء على ايه؟ نزل عليهم الوحي فجأة وقال لهم إن في مجنون في العنوان ده؟ مين حضرتك؟ أنا بنت خالته وخطيبته وعايز أعرف جلال هنا بناءً على إيه؟ بناءً على بلاغات في القسم بتقول إنه خطر، وأعتقد إن في قوة من القسم راحت خدته من البيت وجابته هنا. ومين اللي مقدم البلاغات دي؟ اسألي القسم. إحنا هنا مهمتنا إن إحنا نكشف على المريض ونقيم حالته. طب والنبي يا بيه تخليني أشوف، ده ابني الوحيد وماليش غيره، الله يخليك أطمن عليه. بس ممنوع، احنا هنحط تحت الملاحظة وبعد كده نسمح بالزيارة. ممكن بقى تسيبونا عشان نشوف شغلنا؟ بس احنا مش هنسكت. يلا يا خالد. منورة يا ماما. البيت ده مش هينور لما يبقى فيه ذرية. الحمد لله يا ماما على كل شيء، كل يجيبه ربنا كويس. هو ربنا ما بيجيبش حاجة وحشة، هو احنا بقى نتصدر في المصايب ونقول بامر الله؟ مصايب ايه بس يا ماما؟ ما احنا مبسوطين والحمد لله وعيشتنا زي الفل تمام. يا دي النور يا دي النور، وحشتينا يا طن. ينفع برضو تغيبي عننا المده دي كلها؟ ما لو كان في حفيد هنا ولا حاجه كنت جيت كل يوم، انما هاجي اعمل ايه؟ اقعد مع مين؟ ليه يا امي كده؟ ليه؟ ساره ملهاش اي ذنب. ذنبك بقى ولا ذنبي يعني؟ ذنب مين؟ يا امي يا امي انا قلت لك انا مبسوط وراضي مع ساره، وبعدين موضوع الخلفه ده قلت لك مليون مره ده رزق ونصيب. تبقى هي مش نصيبك او انت مالكش نصيب معايا. ده يرضي ربنا يا ماما. ليه مش عايز تشوف نصيبك مع واحده تانية غيرها؟ يعني بعد العشره الطويله دي كلها مع ساره اخضر بيها؟ ومين قال تخضر؟ بقول لك تتجوز على سنة الله ورسوله، وأنا قلت لك طلقها. أرجوك يوطي صوتك، سارة ممكن تسمعك. ما اللي يسمع يسمع، هو أنا بتكلم في إيه؟ بس أنا بتكلم في حلال ربنا. خلاص يا ماما. مساء الخير. مساء النور قمر. أنا علا إبراهيم. دكتور حميد موجود؟ ليه؟ إن شاء الله الفلوس تجهز وتيجي لحد عندك. يا شاكر اللي بينا عشرة كبيرة وأخوة ما تتقدرش بالفلوس. طبعا يا أخويا أنت بتقول إيه؟ ده إحنا إخوات. ربنا يديك الصحة وطول العمر وتشوف ولاد بليغ. أستأذن أنا بقى. تشرب حاجة. ربنا يخليك. اتفضل. بس أوعى أكون زعلان منك. يا راجل زعل إيه بس؟ أنت بتقول إيه؟ ده إحنا متشكرين متشكرين يا حبيبي، كتر خيرك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مع السلامة. مع السلامة، مع ألف سلامة. إيه اللي أنا سمعته ده يا حاج؟ البيت مرهون؟
اسكت خالص يا بليغ، انا مش طايق نفسي، فاهم؟ طب وطالما هي مزنقه معاك كده يا حاج، ما سمعتش كلام صفوان ليه وبعت المكتبه؟ وانا قلت لا، بيع المكتبه لا. عملت ايه؟ طمني. ما كنتش متخيله ان الصدمه هتكون كبيره قوي عليك. كنت متخيله ان رد فعل خالي هو اللي هيكون عنيف بس. احيانا الحياه بتحطنا قدام اختيارات صعبه، وبالتالي النتائج ما بتبقاش مرضيه. بس انا كنت فاكراك هتختارني انا، او على الاقل هتسمعني وبعد كده تقرر عايز تعمل ايه. اتفضلي، انا سامعك. أنا كان عندي 6 سنين لما أبويا مات، ومن ساعتها خالي بقى هو المسؤول الوحيد عني أنا وأمي. عشنا معاه، ولما أمي ماتت عشت أنا مع خالي. ما كانش حارمني من حاجة، بالعكس كنت عايشة في مستوى كويس. ولما كبرت جوزني واحد من معارفه، ما كنتش بحبه بس ما كنتش قادرة أقول لأ. ليه؟ يمكن عارفان الجمال خالي عليا، انه رعاني ورباني، ومن غيره ما كنتش عارفه حياتي هتبقى عامله ازاي. اكيد كانت هتبقى افضل. لما اتطلقت قررت ان انا اعيش لنفسي، وان انا هحاول احقق الاحلام اللي كانت عندي زمان. اصل انا زمان كنت بحب اقرا روايات رومانسيه، كنت بجيبها من ورا خالي، كانت دي الحاجة الوحيدة اللي بتبسطني وأنا صغيرة. روايات بتتكلم عن فارس الأحلام، كنت متخيلة إن أنا في يوم من الأيام هبقى بطلة من بطلات الروايات دي، وإن أنا هعيش وأحب وأتجوز. لكن ما كانش مكتوب في الروايات قد إيه كلمة لأ بتبقى صعبة، وقد إيه الحياة بتبقى قاسية ساعات. وزي ما أنت بتقول، قدام اختيارات صعبة. بس انت كدبت عليا يا علا، ما قلتليش ان سيد الحلواني يبقى خالك. يمكن لو كنت صرحتيني كان الموضوع فرق. خفت اقولك، مع اني كل اللي شفته منك بيقول ان انت ما كانش هيفرق معاك، بس انا خفت. انا لما عرفتك افتكرت ان انت عوض ربنا عليا من السنين اللي أنا عشتها غصب عني. إزاي قدرت تبعد؟ أنا
ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده بالراحه لو سمحت. غريب جدا ده والله. ممكن تدوس 12 معاك من فضلك؟ حاضر. ميرسي. ال 17 لو سمحت. مفيش 17. خلاص نقي لي دول كده على كيفك بس يكون اعلى حاجه. انت بتقول ايه يا جدع انت؟ طالع كام؟ ال 11. ال 11 حلو. استغفر الله العظيم يا رب. ايه يا دكتور؟ مفيش. ازيك يا كريمه ولا ايه؟ ازيك يا كريمه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله نحمد ربنا. ايه الحفله اخبارها ايه؟ او الطيار فصل. تفتكروا يا جماعه هيرجع تاني امتى؟ وانا طب انا بخاف من الطلق. حد يرن الجرس بتاع الانذار يا جماعه. عارف يا حسين واقف ليه؟ عارف. ثواني يا جماعه اللي تحت. انت عارف زفت. عارف يا اخوانا اللي تحت الاسانسير وقف. سيبك من موضوع الفيديو بتاع حميد ده ونفذ يا ضبع. سمعت ولا ايه؟ عايز أرجوك يا بطرس. الحقني. يلا رجال يلا بسرعة تحت بسرعة. يا غبي انت فين؟ طب يلا زباني على تحت بسرعة. عربية ايه؟ ويا علا فين اساسا؟ يعني ايه حميد في خطر وهو محبوس في الاساسيه؟ طب اقفل. خير يا استاذ بطرس؟ في مشكلة؟ مراتي بتقول لي ان علا مرات الدكتور حميد سراج الدين بعتت لها كذا رساله تستنجد بيها وتقول لها ان حميد في خطر وانقذوه والحقوه وان هي محبوسه في شقه خالها. هو في مشاكل بينها وبين خالها وجوزها الدكتور حميد يعني؟ مشاكل دي حرب ما بين سيد الحلواني وحميد سراج الدين. ثانيه واحده، السيد الحلواني ده الراجل اللي بيطلع في التلفزيون الشيخ ده؟ ايوه هو الشيخ. طب ده الراجل ده معدي من جنبي من شويه وكان طالع فوق. ايه؟ هو ساكن هنا؟ لا طبعا. هو في اي شقه جديده سكنت في العماره قريب يا ابني؟ ايه يا شقة محمد بيه بتاعة استيراد والتصدير ده؟ تعالى وريها لي. نطلع السلم اسرع يا هيثم بيه. يلا يلا. اتفضل يا باشا. هو الدور ده يا باشا. هو الدور. هي الشقة دي. هي الشقة دي. مساء الخير. أنا الرائد هيثم سبعاوي. مساء الخير يا باشا تحت أمرك. وحضرتك مأجر الشقة دي بقالك قد ايه؟ بقالي شهر. وفي حاجة عارف؟ لا أبدا مفيش حاجة. هو بس مجرد احتياطات أمنية. ممكن ندخل الشقة؟ يا باشا طبعا. رح أقول لحضرتك ايه؟ لا يعني ولا في المكتب في وشك. We'll be right back.
قنبلة؟ قنبلة يا أولاد الكلب؟ قنبلة؟ هرسوا يا عبد أحمد يا شربيني، في قنبلة في شغل النجارة. قنبلة قنبلة هرسوا. العمارة دي فيها قنبلة، هو ده السر اللي أنا ما قلتهوش.